الكوفيد ما فيهش كان حاجه نيجاتيف. الكوفيد مع سيكا جاز خلتنا نخمو في كونسيبت اللي هو عنده عامين لما حاله متخدم سنا في اللايف فاكتوري في سبتمبر 2021. هو سيكا جاز اللايف فاكتوري سي لو نوفو ني تاع لو بروجي الام اللي هو سيكا فينيريا لي اجونس دو بروموسيون تريتوريال تخدم على ريجون دو كيف ولي ريجون بجنبها النورو ويست جينيرالمون. دونك ا سيت اوكازيون لا جو بروفيت باش نشكر تو دابور لو بارتنير ميديا اللي هو كان معنا خدم معنا خدمه كبيره تونيزيكو je remercie toute l'équipe. C'est pour cette raison-là qu'on est là, non seulement pour le remerciement, mais je vais parler de Sika Jazz Life Factory, l'expérience de Tsné, qui est extraordinaire. Et c'est pour cette raison-là qu'on va refaire l'expérience et qu'on va faire le concept. Le concept des résidences artistiques, c'est la fusion entre les sites archéologiques, naturels, miniers et archéologiques, avec la musique. مارلي باش مع الموسيقى باش نزيدوا لي تراديسيون بوبولير دو شاك ريجون باش نمشيو لها. المره اللي فاتت على خاطر سبتمبر اللي فات على خاطر فما الكوفيد و توسا وكانت من غير جمهور. المره هذه باش تكون اون اوكازيون اون فافير لا فيزيون اونتر لو سيت لا موسيقى اي لي تراديسيون بوبولير نتاع كل جهه باش نمشيو لها. هكاك نخرجوا ليماج و غاردي لو تورناج بيان ايفيدامون. هذاك باش نخرجوا ليماج تاع خصوصية كل جهة من ناحية الموسيقى من ناحية التراديسيون بوبولير ومن ناحية أهمية الموقع اللي باش نصوروا فيه. قبل العام الجاي تو دابور نحب نشكر لي بارتنير اللي مشاو معنا في الاكسبيرونس تاع اللايف فاكتور الكل ما كانتش سهلة بالكل وستي لاني تاع لي زارتيست اللي نشكرهم الكل تاع لي بارتنير ميديا كيما تونيزيكو وسورتو سورتو لي تكنيسيان و ديبارتمون ايماج بروباغندا خاطر ما كانتش سهله العمليه بالكل انا صورنا في الربعي دون تي كونديسيون صعاب فما في صوت سرات تعملنا لي تراكس وكل شيء باش نطلعوا باش نوصلوا الماتريال. جور ميرسي لي زابيتون تاع كل بلاصه مشينا لها الجريسه سرات قلعه سنان طبل جوكورتا الكيف المدينه حيدره للتوبيروس الدهماني ماكثر بين ايفيدامون عملنا فيها الاختتام سيتي جينيال مانيفيك ونستغل الفرصه هذه باش نشكر الاهالي سورتو الاهالي نتاع الجهات هذوكم وهذاك علاش العام الجاي ان شاء الله في سبتمبر اون فاغاردي لو ميم كونسيبت. العام الجاي دونك سيكا جاز اون فاغاردي سيكا جاز في دورته السابعه باش يرجع للقصبه سيكا جاز بوغ 2022 سيكا جاز سو لو شابيتو في القصبه تحت الخيمه تاع العاده باش نرجعوا دو 15 و 19 مارس. دونك يورا 5 سواري و 5 سواري فيهم كان 5 سبيكتاكل اكاهو. دونك ما عادش في العاده كنا نعملوا بريمير بارتي دوزيام بارتي توا ولينا نخمو في اللايف فاكتوري اللي باش يصير في سبتمبر 2022 من 3 ل 12 سبتمبر. طيب باش تكون الفرصه موجوده ليزارتيست اترونجي ولا ليزارتيست توانسه بور سورت معناتها باش ينتجوا ويعطونا الموسيقى نتاعهم في لي دو دات هذوما في لي دو بريود هذوما. دونك 15 سيكا جاز سولو شابيتو في الخيمه دو 15 و 19 مارس و سيكا جاز لايف فاكتوري اكتو دونك سي لا دوزيام اديسيون تاع لايف فاكتوري من 3 ل 12 سبتمبر. سيكا جاز 2022 سولو شابيتو باش يكونوا نعطي سكوب للتونيزيكو نوتر بارتنير ميديا باش يكون فما ليله لو 17 مارس باش نعملوا بارتناريا مع لو غرون مارشي دو لا ميوزيك في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي اسيا اللي هو الفيزا فور ميوزيك باش نعملوا بارتناريا وبالوكازيون دو سو بارتناريا فما يورا لو غرون كريم زياد في بروجي جديد سبيسيالمون جديد مع اون طونكو كونسير اللي هو اساله مع مهدي نسولي و افيك ان بيانيست مازال ما حدوش شكون هو البيانيست هذا لو 17 مارس و لو 15 مارس باش يكون لوفرتور مع لو جروب جاز الكترو اللي هما معروفين على الاخر الكترو دو لوكس اللي هما باش يفتتحوا معناها يفتتحوا سيكا جاز سولو شابيتو. بالنسبه لللايف فاكتوري اللي هو في سبتمبر فما خلينا اربعه مناطق مشينا لهم من ثمانيه اللي مشينا لهم دونك خلينا الجريسه دونك الغدو العام الجاي باش يكون فما جريسه في سبتمبر فما حيدره اوسي فما منزل سالم وفما طابل جوكرتا دونك جديدوا اربع مناطق جدد اللي هما باش نمشيو لتيبار باش نمشيو لتستور وباش نمشيو للكيب فيل اللي هي المارشي نتاع الشريشي باش نخدموا فيه ريزيدونس ارتستيك اوماج للحي هذا اللي هو حي شعبي بامتياز وحي صناعي الكل وانا حبيت من خلال هالبروجي هذا اللي هو باش يكون فيه توانسه وكافيه وديزيترونجي اسونسيالمون لو غران ساكسوفونيست غيون بيري مع احمد بن جيمي دي جي نتاعنا ومعاه لي تينور دو لا ميوزيك تراديسيونيل نتاع الكيف وباش نمشيو للليس هذا في ولايه الكيف منطقه الليس
من مع تمديد السرس لمنطقة أثرية وقديمة على الأقل وعندها تاريخها، هذوم الكل باش يكونوا من نهار 3 لل 12 سبتمبر. كالعادة اللي باش يتزاد في اللايف فاكتوري هما لي تراديسيون بوبولير دو شاك ريجيون. ما عملناهاش ان 2021 في الكوفيد وفي انه كانوا كل دي تورناج من غير حضور الجمهور. مرة هذه باش تكون ان شاء الله توفى علينا هالغمة هذه اللي قاعدة تنقص بين فيدما وندخلوا معنا الباتريمون بكله كسوا المادي ولا مادي بين فيدما ومعهم الموسيقى. دونك دات العام الجاي معناتها باش نشدوهم لي دو دات سيكا جاز سولو شابيتو القصبة جو 15 و 19 مارس و سيكا جاز لايف فاكتوري باش يكون في 8 بلايس من الجمهورية التونسية باش يكون نهار 3 ل 12 سبتمبر 2022. السنة اللي بارتنير مشاو معنا مش ما مشاوش معنا، ولكن الحقيقة صارت برشا ايزيتاسيون في الوضع، والحقيقة ما كانوش يتصوروا انه بالعملية باش تنجح ولا نسبيا. هذا كله نخليه للنقاد، اذا كان سيكا جاز لايف فاكتوري في دورة هذه نجح ولا نخليه للنقاد المختصين. مي الحقيقة ماذا بينا العام الجاي؟ احنا بيدو مع ادارة المهرجان قاعدة تخمم في موديل دو فينونسمون جديد، خاطر ما عادش اليوم سيكا جاز ما عادش يسمح لنفسه للهيئة المديرة ولا كمهرجان ولد الكاف وبعرقة الكاف وبجهد ومجهود ليكيب الكل دو ترافاي انه يبقى في ليزيتاسيون ويبقى الديبون دو شخصنا ودو واحد عجبه واحد ما عجبوش. دونك اوني اون تران داميليوري لو بلان دو فينونسمون، خاطر سيكا جاز لايف فاكتوري زوز هذوما يستحقوا مخير ويستحقوا ان بزنس بلان واضح. دونك فما شيء من الاداره واللي انا اون غروند بارتي مسؤول عليه، نحن ما تولهيناش كيف ما يلزم بالموضوع هذايا في الوضع، وفما شيء زاد من الوضع نتاع الكوفيد، وشيء ثالث زاد جاي من الطريقه والسيستم اللي محطوط في سبونسورينغ، اللي هو ديما يقعد مربوط بالشخصنا مش باهميه البروجي مش بالامباكت نتاع البروجي، ديما نخمو نتاعنا مش نتاعنا انسيت سويت. دونك ماذا بينا احنا اليوم ننساو رمزي، ننساو الاشخاص، ننساو الاداره، نخمو في البروجي هذايا، نخمو في قيمه البروجي هذايا في جهته، والا تو اليوم كما قاعد في طريق اللايف فاكتوري قاعد يمس في برشا جهات اخرين، وخاصه انه في 2022 في اللايف فاكتوري باش نمسوا برشا معتمديات باللي تراديسيون بوبولير نتاعها بالعادات والتقاليد من ماكله وارتيزانا سيت سويت، باش يكون فما مارشي تاع ارتيزانا ونتاع ماكله سيت سويت، وفا امبليكي معناتها لي زوبيراتور نتاع توريزم ولي زاجونس دو فواياج و تو سا، وسورتو انه في سيكا جاز الدوره السابعه في تحت الشابيتو من 15 19 باش يكون باش نقربوا اكثر ما يمكن الموسيقى جاز بيور دور. فوالا